بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة يا جماعة اللي عاملينها لكم ديت عاملينها عن أفضل قنوات على اليوتيوب لتعليم اللغة التركية. ناس كتيرة جدا بتجيلي في الخاص: يا دكتور أحمد، ما في، احنا عايزين نتعلم اللغة التركية، يا ترى هناك أشياء معينة، هل نستطيع ان احنا نتعلم اللغة التركية بدون ما نروح معهد، لأن المصاريف في المعاهد غالية ومش عارفين نعمل ايه، يا ترى في حل؟ فانا جاي النهاردة اقول لكم ايه الحل. انا طبعا كل حاجة بتسجلها لكم من خلال مسجل الصوت ده، بحيث ان انتوا تشوفوا كل حاجة. نخش دلوقتي مع بعض على اليوتيوب. احنا بالفعل دخلنا على اليوتيوب، حتى احنا هنبحث، هنكتب راسلان ريحان تعلم اللغة التركية. رسلان ريحان يا جماعة، اللي بيميزه عن باقي القنوات اللي موجودة ان هو ماشي بالفعل بالتدريج. يعني انت لو دخلنا كده مثلا وليكن على القناة، طبعا انا بالنسبة كرسلان ريحان انا لا اعرفه بشكل شخصي ولا اقوم بعمل دعاية له، لكن هو شخص متميز ومتمكن في اللغة، وبالفعل انا تعلمت منه اشياء كثيرة بالرغم ان انا ذهبت للجامعة يعني كدراسة، لكن كنت استعين برسلان ريحان في بعض الامور الذي لا افهمها في الجامعة. ميزة بقى رسلان ريحان ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، تعلم اللغة التركية مع رسلان ريحان المستوى الخامس، جايب كل المستويات بتاعة اللغة التركية، بحيث ان انت تقدر تشوف. انت دلوقتي لسه مبتدئ، خلاص تقدر تفتح تعلم اللغة التركية مع رسلان ريحان المستوى الأول، وتبدأ بقى تتعلم. الفيديو تتراوح مدته 15 لـ20 دقيقة، وفي بعض الأحيان 10 دقايق، وبرضه بيوصل لـ30 دقيقة في بعض الأحيان، لكن قليل. في بعض الأحيان 6 دقايق وهكذا. بتبدأ بقى أهم حاجة يا جماعة، احنا دلوقتي عرفنا دي من قناة من ضمن القنوات اللي بتدرس القواعد بتاعة اللغة علشان تفهم اللغة تبقى ماشية ازاي. بيدرس لك كل قواعد اللغة التركية بتاعة المستويات. في بقى قناة تانية، انا طبعا هقول لكم هتعملوا ايه، يعني ايه الكتاب اللي المفروض يكون موجود معاكم بحيث ان انتوا تستفيدوا استفادة قصوى من اي حد هتخش تدرسه معاه. حتة ان انت تخش وليكن على اي قناة بتدرس لغة تركي بشكل عشوائي مش هتتعلم، لان ده بيديك جملة، ده بيديك كلمة، لكن ما تبقى ماشي بمنهج موضوع، تبقى انت عارف لما بتنجز المستوى ده تبقى خلصت كل القواعد بتاعته، تقدر تطبقها في الشارع، تبدأ تحتك، تبدأ يا جماعة الخير، اي حد عايز يتعلم اي حاجة جديدة لازم يمشي بالقاعدة الأساسية اللي بتقول إيه؟ لن تصير فارس حتى تمارس، لن تصير فارس حتى تمارس. الممارسة هي أساس أي حاجة. لو تعلمت، لو قعدت طول حياتك تاخد كلمات وجمل وقواعد لكن ما نزلتش أنت في المجتمع التركي، انزل في المجتمع التركي نفسه واقعد في وسط الأتراك وحاول قدر الإمكان إن أنت تتعلم منه. قبل ما أقول لكم على القناة التانية لتعليم التركي، نقدر طبعا انا هسيب لكم الروابط بتاعت كل القنوات، بتاع القنوات اللي هنتكلم عنها، لكن انا في البداية نرجع للصفحة الرئيسية ونخش برضو في بحث جوجل، وهنكتب حاجة: اسطنبول كتابي A1 بالانجليزي او ابير بالتركي. نفس البحث زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي الكتب موجودة مطبوعة اهي، اسعارها 45 و50 و52 وكده، تقدر تشتريها بشكل مطبوع وتخليها معاك علشان حتى لما تيجي تبدأ الدراسة بتاعتك، لو تبدأ الدراسة بتاعتك بيكون موجود معاك بشكل مطبوع يسهل عليك عملية المذاكرة. دلوقتي مثلا نضغط على اي واحدة، مثلا نشتري منها مثلا ام 50، نضغط عليها ونعمل وبتحمل وتعملوا الطلبية بتاعتكم، بتحطوه في السلة وتضغطوا على طبعا اللي هي العلامة اللي هي تحت قوي دي، اللي هي هيمن آل ديت، العلامة دي هتضغط عليها. بعد ما تضغط على الكتاب تضغط عليها وتطلب الطلبية وتحط البيانات بتاعتك.
مش دي القصة بتاعتنا. رجعنا زي ما انتوا شايفين كده. بالنسبة للناس يا دكتور احنا مش عايزين نشتري، ممكن ما تشتريش، مكتوب كده تحت الكتب على طول كده حاجة اسمها اسطنبول يابانجلاري تشين تركيتشي درس كتابي. دي ممكن تخش جواها وتطبع نسخة بي دي اف، حتى مكتوب حتى بي دي اف. ضغطنا احنا عليها كده زي ما انتوا شايفين، بتلاقوا علامة زرقاء تحت هنا مكتوبة اسمها اندر. لو احنا ضغطنا انا هحاول اطلع العلامة الزرقاء ديت لاعلى شاشة فوق علشان ما يكونش حد عنده حجة. انا لسه جديد طبعا في الالكترونيات، فمش عارف ازاي اوريكم، يعني مثلا يكون عندي سهم ولا حاجة، لكن انا رفعت لكم كلمة اندر اللي هي العلامة الزرقاء اللي فوق دي. لو انا ضغطت عليها كده اهوت، يبقى انا كده بقى نزلت الكتاب. زي ما انتم شايفين كده العلامه الكتاب دلوقتي بيحمل. تمام، ننتظر بس لحظات علشان نوريكم ازاي الكتاب. بالفعل احنا دلوقتي حملنا الكتاب. نقدر نضغط على اندير برضو تاني، احاول ارفع لكم برضو العلامه دي لفوق خالص تحت كلمه بي دي اف درايف، تحتها اندير. اندير اندير ديت يعني اندير ديت يعني تنزيل. نضغط عليها تاني، مجرد ان احنا بنضغط عليها هل تريد تنزيل الكتاب؟ اهو ضغطنا عليها. نخش نجيب الكتاب من الاول، اسطنبول يا بني. يبقى انت الكتاب بقى معاك بي دي اف. علشان تضمن ان هو يكون موجود عندك على الجهاز بتاعك بشكل بسيط قوي، تعمل تنزيل. تم تنزيل، خلاص الكتاب بقى موجود عندك، تقدر تطلع عليه وممكن تبعته ارسال الملف مثلا عبر الواتس في مكان معين تبقى انت عامله مثلا، او في اي مكان بحيث ان انت تبقى عارف مكان بتاعه فين بالظبط. ده كده بشكل بسيط قوي بالنسبة. يبقى احنا دلوقتي معانا الكتاب اللي هندرس منه سواء كان مع رسلان ريحان. تعالوا بقى اقول لكم برضو في قناة بقى بتدرس لك من الكتاب ده بالظبط. احنا طبعا فتحنا الكتاب، الكتاب اللي هو اسطنبول يابانجلاري تشين توكيتشي درس كتابي. الكتاب ده في واحد اسمه احسان عصفور. طب يلا نرجع تاني. احسان عصفور ده بيشرح لك من الكتاب ده بالتفصيل، راجل متمكن برضو، تقدر انت تخش عليه. بالنسبة لرسلان ريحان متميز جدا والعرض بتاعه ممتاز وفوق الممتاز، لكن مش بيشرح لك كل حاجة في الكتاب. اللي بيشرح لك كل حاجة في الكتاب في قناة اسمها لو دخلنا على اليوتيوب مرة تانية نكتب احسان عصفور تعلم التركية بالعربي، احسان عصفور تعلم المستوى الاول، تعلم لغة التركية المستوى الاول في 81 فيديو. يعني تقريبا الفيديو الاولاني نظرة عامة 3 دقايق، مدة الفيديو صغيرة في البداية وبعد كده زي ما انت شايف كده بيزيد. يا جماعة الراجل ده متمكن جدا، بيشرح لك بشكل رائع كده، بيشرح لك نفس المنهج، مش هتدفع فلوس، مش هتروح تدفع 200-300 دولار في الجامعة. وبرضو بعد ما تخلص كل المستويات واحتكاكك مع الأتراك تقدر تروح تعمل تحديد مستوى، وبشكل بسيط قوي تقدر ان انت تطلع تعمل تحديد المستوى في اي جامعة. حاول قدر الامكان نعمل لكم فيديو تاني نشرح فيه بشكل مختصر ازاي ان انت ايه الاماكن اللي انت ممكن تعمل فيها تحديد. يبقى انتوا زي ما انتوا شفتوا ده احسن عصفور، تقدر تفتح اي حاجه وتبدا تدون، تقدر تدون المحاضرات بتاعته. هسيب لكم الروابط كلها تحت، هسيب لكم رابط احسان عصفور ورسلان ريحان. عايزين تدرسوا المنهج بشكل كامل، انا برشح احسان عصفور لان احسان عصفور جايب لك المنهج بشكل كامل من كتاب اسطنبول. تقدر تفتح الكتاب عندك على اللابتوب او على التليفون بتاعك بي دي اف، وتقدر تفتح التليفون وتمسك الورقه والقلم وتشوف هو بيقول ايه وتكتب وراه وتدون الحاجات اللي يقول لك دون عليها، دونها. ولو طلب منك واجب معين اعمله والتزم اكنك انت بتحضر في جامعه. وبعد ما تخلص ال5 مستويات ساعتها تقدر تقدم على امتحان التومر وتاخد الشهاده زي اللي دفع 1500 دولار او 2000 دولار في الجامعه علشان يحصل على الشهاده. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان. حاولنا بشكل مختصر ان احنا نديكم، لان طبعا الناس بتخش لي في الخاص كتير، يا دكتور اتعلمت التركي ازاي؟ ايه اسهل طريقه؟
وخصوصا الناس اللي قاعده معايا هنا في تركيا يعني. فسؤال متكرر، فاحنا قلنا نحاول قدر الامكان ان احنا نفيد المعلومات ديت للناس كلها. هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن بتاعت قناه حسان عصفور وقناه رسلان ريحان. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه دشان. ما تنسوش يا جماعه لو انتوا اول مره في القناه بتاعتنا، ما تنسوش تضغطوا لايك وتشاركوا الفيديوهات بتاعتنا، وخصوصا الناس اللي عايزه تتعلم التركي. طبعا اللغه التركيه دلوقتي بقت لها صداره في التعلم على مستوى العالم، يعني فيها اقبال، في اقبال كبير جدا للمتعلمين على اللغه التركيه. والشخص اللي موجود في تركيا ومتعلم اللغه التركيه بيبقى ليه كيان كبير جدا هنا، وبيقدر يوصل لاي حاجه هو عايزها. اقول لكم تاني مع السلامه، باي باي.